كمان في حاجة نقطة مهمة برضو لطلائع الجيش، يمكن هم عندهم مشاكل دفاعية كتير نقدر ان احنا نستغلها زي ما احنا قلنا، اللي هي الثلاثة اللي في خط الدفاع حتى هو بيحاول يداريها البطء شوية. البطء، ولكن محمد بسام بيشيل كتير جدا من اخطاء الدفاع، بيقدم موسم كويس وحتى راح منتخب مصر. صحيح. برضو من استعرض ارقامه، هو كان اصلا كان رجل المباراة مع احمد سمير في مباراة الزمالك، هو لو استعرضنا ارقامه لو جبناها برضو هنلاقي ان هو تصدى محمد بسام حارس محمد المرمى. بسام او هقول له برضو حضرتك هوريك ارقامه بتاعت التمريرات عشان نشوف ان هو اصلا ما بيحضرش خالص. يعني بص هو تصدى لسبع تسديدات، ونستعرض اهو الارقام قدامنا على الشاشه، يمكن نجيبها هنا كمان. هو تصدي دخل مرمى طبعا هدف، قطع تمريرات 39، تصديات فائقه 3، ده الجريت سيف يعني. الجريت سيفز بتاعته تمام. التصويب بتاعه اللي هو الرقم المميز قوي اللي بقول لحضرتك عليه، تصدى لكام تسديده؟ 7 من 8. ده دخل فيه جون اللي هو بتاعت شيكابالا، يعني اي كوره غير الجون كان صدها. كان صد، وبرده راح عليه 8 محاولات من نادي الزمالك، برده رقم كبير كبير طبعا. يعني هو برده تصدى لسبع تسديدات، يعني هو يعتبر هو ليه سر المفعول. صحيح. ان هو اولا في ماتش بيراميدز صد ضربات جزاء في مباراه بيراميدز في ركلات الترجيح، وفي مباراه الزمالك كان واحد من نجوم المباراه. فمحمد بسام بيقدم موسم كويس، وبيقدم ماشي في شكل كويس جدا في كاس مصر. برضه التمريرات القصيره زيرو، بص حضرتك زيرو، ما عملش ولا تمريره عكس الشناوي مثلا عندنا هنا. الشناوي بيلعب برجله، كورته حلوه قوي، بيسلم يا اما لهاني يا اما بيسلم لياسر، لكن بسام ما وحتى التمريرات المتوسطه بص كام، 2 بس تمريرات المتوسطه اللي هي من 10 ل 40 متر، وكل تمريراته فوق ال 40 متر. يبقى هو كلهم على طول كلهم واخدين تعليمات بايه، بان انا العب تمرير طولي على طول على طول. صحيح. فدي حاجه مهمه، ان انت انا بشوف ان النادي الاهلي يستغل الحته برضو في نقطه مهمه، المساحات ورا الظاهرين. يعني حتى الجون اللي هو اتلغى بتاع محمد اوناجم في الشوط الاول، الكره اتلعبت من ورا محمد ناصف، ومحمد اوناجم اخدها وراح شايط. دي حاجه مهمه، ان هم عندهم مشاكل اولا في خط الدفاع، دي حاجه مهمه جدا. محمد ناصف لعب كويس بس برضو بطيء، يعني محمد ناصف على المستوى الهجومي كويس قوي، على المستوى الدفاعي في بطء شويه، على المستوى الدفاعي عنده مشاكل دفاعيه نقدر ان احنا نستغلها من خلال جبهه حسين الشحات، الجبهه اليمنى دي حاجه مهمه جدا. الناحيه الثانيه برضو زولا اصلا زولا مش بكره مش باك يمين اساسا، هو اصلا جناح، فهو دوره هجومي، فهو جايب الاثنين. زي مثلا في مانشستر يونايتد لما كنا بنشوف اشلي يونج مثلا لما كان بيلعب في مانشستر يونايتد، هو اصلا جناح، فبيتم توظيفه في طريقه 3 كظهير جناح. هي باقي المدربين بتعتمد كده نفس الشكل، ان انا بجيب لعيب ظهير جناح احطه بحيث ان انا استغله في الحته الهجوميه، هو متامن بثلاثة ورا وعندك 2 ارتكاز، فهو بالنسبه له ظهير متامن بشكل كبير، هيطلع ويعمل العرضيه، عايز منه الاوفر من زولا ومحمد ناصف، فالاثنين دول هيبقى في وراهم مساحات كتير تقدر ان انت تستغلها. الثلاثه الارتكاز عندهم مشاكل دفاعيه تقدر برضو ان انت تستغلها، ولكن ما ننساش ان في وراهم حارس مميز. في حاجه مهمه برضو، ان شاء الله لما تجيب يعني باذن الله المباراه زي دي لازم يعني باذن الله تجيب فيها هدف مبكر. ليه؟ هتسهل عليك الامور كتير. اولا انت جاي من بطوله كاس افريقيا، دوري حصل عليها، هتبث في خلاص طلع الجيش ان هو يسلم بدري، دي حاجه مهمه جدا. حتى لو ما جاش ان شاء الله الهدف بيجي في اي وقت، يعني احنا شفنا في مباراه الزمالك النادي الاهلي جاب. صحيح. ولكن هي طبعا هدف مبكر بيديك اريحيه وبيخلص البطولات. وزي ما قلت لحضرتك كل ما تجمع بطولات في الفتره دي ده شيء مهم جدا للعيبه نفسها، غير يعني طبعا مهم للنادي رقم واحد في ان عدد البطولات بتاعك بيزيد في البطولات القاريه تحديدا. انت بقيت بتنافس ريال مدريد دلوقتي، انت رقم 2، انت خلاص انفردت بالمركز ده. فالبطولات القاريه اللي هي السوبر الافريقي اللي هي دوري ابطال افريقيا، كل الحاجات دي مهمه جدا بتزود بطولاتك. ولكن على مستوى الجيل انا لما اخد بطولات كتير اللعيبه نفسها شخصيتهم شخصيه البطل بيستمدوها، ودي حاجه مهمه جدا ان شخصيه البطل بيستمدوها من كتر البطولات. عشان كده احنا مش عايزين نضيع صحيح اخذنا افريقيا، ولكن مش عايزين نضيع بطولات زي دي سهله. بتبقى قدامك بطولات زي دي تجمع فيها البطولات، حاجه مهمه جدا. البطوله بتعمل بطوله، يعني مباراه الكاس وكاس افريقيا بطوله افريقيا اديتك ادفانتج ان انت تروح كاس عالم، اديتك ادفانتج ان انت تلعب السوبر الافريقي، والدوري اديتك ادفانتج ان انت تلعب سوبر مصري، وبعدين الكاس هيديك ادفانتج ان انت هتلعب سوبر مصري. فكل البطولات كله بيسلم بعض. وهقول لحضرتك برضو على حاجه، بطوله كاس مصر تحديدا انت من سنه 2007 غايب عننا، النادي الاهلي اخذها مره واحده اللي هي 2017 مع كابتن حسام البدري 2017. فانت برضو ما ينفعش بطوله زي كاس مصر دي مظبوط تغيب فتره كتيره، او ان انت ما تكونش واخدها غير مره. ده النادي الاهلي برضو لازم يكون بتزود البطولات اكتر، بتزود التاريخ. طيب انا في نقطه